ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي زياد العرار. أهلا بك سيد عرار معنا في مساء العراق. ما الذي يعنيه تكرار الحديث عن رقابة أممية وخاصة من رئيس الجمهورية برهم صالح؟ مساء الخير أستاذ سعد. هذه مخاوف حقيقية من قبل الرئيس ومن قبل جميع الأطراف العراقية، القيادات المعنية في المشهد العراقي سواء كانت السياسية أو التنفيذية تعرف جيدا وتعي حجم خطورة أن تحصل خروقات وعدم إجراء انتخابات نزيهة في الانتخابات المقبلة، لأن أساس انفلات الوضع العام في المشهد العراقي كان بسبب انتخابات 2018 التي حصل فيها التزوير إلى نسبة عالية وأدت إلى خروج المواطنين عن صمتهم وأدت إلى خروج التظاهرات وأدت إلى رفض متبنيات العملية السياسية، إلى حد أن القوى السياسية وزعماء المشهد السياسي بعضهم طالب بعقد سياسي جديد ومنهم الرئيس صالح. المخاوف الحقيقية من أن تعاد تجربة الانتخابات في عام 2018 هذه يعني ذهاب العراق إلى فوضى سياسية كاملة، لأن لم يعد بجعبة الجمهور ما يستطيع أن يتحمله إذا ما تمت الانتخابات وفق نفس العمليات السابقة. لذلك مساعي الرئيس صالح ورئيس الحكومة وكل القوى السياسية ومفوضية الانتخابات بأن يكون هناك تعاون أممي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية وغيرها حتى دول الـ15. وإلى أي مدى يمكن أن يضمن نزاهة هذه الانتخابات وجود رقابة أممية وليس إشراف أممي؟ سعد، الإشراف يتطلب يعني تغيير واقع الحال في العراق، وتعرف العراق دولة مستقلة، عملية الإشراف صعبة، لكن ممكن من خلال الرقابة يتم الاتفاق مع الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية على أطر محددة، أنه في خلال هذه الأطر سيعترف المجتمع الدولي بهذه الانتخابات، بعكسه لا يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات، على أقل تقدير يوقف التعاون مع العراق ودعم العراق. بالتالي القوى السياسية تتخوف وتعرف أنها إذا فقدت الدعم الدولي فالعراق في وضع يعني لا يسمح له بأن يكون بعيدا عن الدعم الدولي. وبالتالي دعوات، لاحظنا دعوات السيد عمار الحكيم يوم أمس، دعا إلى تأمين البرنامج الانتخابي، دعوات رئيس الجمهورية إلى عقد سياسي جديد، دعوات رئيس الحكومة إلى طاولة مستديرة للحوار، كل القوى السياسية تدعو إلى ذلك. لكن ما يجب أن يحصل هو أن تؤمن الأجواء الانتخابية بشكل صحيح وبداية السياق. يعني السيد عرار، بداية السياق، تحدث رئيس الجمهورية في بيانات سابقة عن أن هذه الانتخابات ربما تكون الفرصة الأخيرة للعملية السياسية في العراق. هل فعلا الأمر بهذه الخطورة؟ وهذا ما أنا أقوله وقلته في بداية الحديث وسأعيده لحضرتك الآن. الانتخابات المقبلة هي الفرصة الأخيرة لاستدمام العملية السياسية في العراق وتغيير مسارها وتصحيح مسارها من الأخطاء والهفوات التي حصلت إلى مسار جديد يخدم المواطن أولا ويعيد ترميم العملية السياسية ثانيا. لذلك تسعى الإدارات المعنية، وهناك قوة حقيقية في الكلام الذي يؤديه الرئيس صالح وحتى رئيس الحكومة وبعض القوى السياسية، تتحدث بجرأة وبقدرة عالية على أن هناك مسؤولية تتحملها القوى السياسية. وأنا أقول لك كمراقب عراقي وكمواطن عراقي، القوى السياسية تتحمل المسؤولية أكثر من الحكومة وحتى من مفوضية الانتخابات. ماذا لو لم تأتي نتائج هذه الانتخابات بما يشتهيه البعض ويتمناه من إصلاح المنظومة السياسية في العراق؟ كيف يمكن توقع سيناريو من بعد ذلك؟ يعني السيناريو هو ما أوضحه الرئيس صالح في اتصاله وفي خطاباته السابقة، أنها فرصة أخيرة وقد نذهب إلى فوضى وقد يرفض المواطن العراقي هذه العملية السياسية، وبالتالي ندخل في إشكاليات أكثر تعقيدا وأكثر إزعاجا للوضع العراقي. وإحنا على ما يقول المثل البينا مكفينا، فعلى القوى السياسية أن تعمل من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية وتوفير مراكز الاقتراع والأجواء الانتخابية بما يضمن أن يذهب المواطن ويدلي بصوته بشكل الحر بعيدا عن فوهة السلاح وبعيدا عن المال السياسي والتدخلات وحتى بعيدا عن الضغوط العشائرية أو استغلال المناصب في بعض المرافق. من بغداد المحلل السياسي زياد العرار، شكرا جزيلا لوجودك معنا.